مدير عام كهرباء زحلي أسعد نكد يؤكد على أحقية الشركة بالإنتاج وتعديل التعرفة حسب دفتر شروطها والمكرس بالقرار 462 من قانون الخصخصة. اعتبر مدير عام كهرباء زحلي أسعد نكد بأنه لا يجوز في العام 2011 بقاء أكثر من 4 ملايين لبناني بدون كهرباء. نحن عم نقول أنه اليوم في تعرفتين بلبنان وهالتعرفتين طالعين وصادرين من وزارة الطاقة. أول تعرفة هي التعرفة الموحدة على جميع الأراضي اللبنانية، تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان، والتعرفة صادرة عن وزارة الطاقة بالنسبة للمولدات. اليوم بس عم تتفوتر بالنسبة للمولدات 450 أو 500 ليرة، يعني وزارة الطاقة عم تعتبر المولدات موجودين، عم تعطيلهم شرعية، وعم تعترف أنه التعرفة الموجودة بمؤسسة كهرباء لبنان مش التعرفة المضبوطة. أنا عم بسأل سؤال، ليه أنا كشركة كهرباء زحلي إذا بدي أعطي 24 ساعة وأعمل معمل إنتاج وكون قانوني وبمراقبة الوزارة وبدون تلوث ما إلي حق عدل التعرفة، وبيقولوا لي أنت بدك تبيع بسعر مؤسسة كهرباء لبنان، وبيخلوا المولد يبيع ب 500 وب 450، بس بال 2011 عم تاخد 6 ساعات والمواطن عم بيدفع 100% من فوتيره. أنا ما فيني أهرب من مسؤوليتي، أنا مجبور أعطي له 24 ساعة، أو مؤسسة كهرباء لبنان تعطي لي تقدر تعطي 24 ساعة. وأنا بعتبر ما بقى في شيء اسمه قوة قاهرة. نحن المشروع تبعنا هو إنتاج، معمل إنتاج بيمشي على الهيفي فيول، منعطي 24 ساعة، منغير تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان بس بتكون أقل من 30% من الفاتورتين. وختاما نشد نكد الرؤساء الثلاثة دعم مشروعه الإنمائي غير السياسي الذي سيؤمن الكهرباء على مدار الساعة للبقاعيين بأقل من 30% من مجموع الفاتورتين،